جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى دولة الكويت لنقرأ رسالة بعثت بها مستمعة تقول المرسلة أليسين. أختنا لها عدة قضايا، في إحداها تقول: هل يجوز للمرأة في فترة العدة تقليم أظافرها وتمشيط شعرها وغسل شعرها بالشامبو والمعطر؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمرأة أنها تصلح ما تحتاج إلى إصلاحه من قص الأظافر ونتف الإبط، حلق العانة، وكل ما تتأذى ببقائه، ولا أن تصلح شعر رأسها بالغسيل والتنظيف والتمشيط، كل ذلك جائز لها. أما الطيب فإن كانت معتدة من وفاة فإنها لا تقرب الطيب ولا تقرب أدوات التجميل، إذا كانت العدة من وفاة لا تقرب هذه الأشياء. نعم.